العرياني لعب الكرة عالية باتجاه المرمى ولكن هي اعتلت القائم. هذا المرور، الكرة ملعوبة، اخطاء بالجملة من جانب دفاع المنتخب البحريني، وجول! الثانية ما تخيب، الثانية ما تخيب يا عبد العزيز. كرة جميلة جدا وهدف اول لصالح المنتخب السعودي. يا سلام يا سلام يا سلام، دفاع الخط البحريني ضرب في اكثر من محاولة. امامك الصورة، حديث طويل جدا بين المدرب والمساعد، وهذا الهدف الاول. يا سلام يا سلام يا سلام، شوف الخطأ الفادح من جانب الدفاع البحريني، وجد لاعب ما يرحم امام المرمى، جول اول. يا سلام يا سلام يا عبد العزيز، حطها حط حطها في مرمى محبوب الدوسري اللي تصدى لكرة اولى في المباراة، لكن الثانية وين؟ الثانية في الشباك. اذا هدف اول، هدف اول في هذا الشوط الثاني. كرة عرضية للابعاد، وجود ركلة جزاء لصالح المنتخب البحريني. اللقطة تستوجب الإعادة. المدافع حمدان السمراني هو اللي يعني تسبب بالركلة. شوف الإعادة. أوه لا 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 لا، ما فيها شيء، ما فيها شيء أبدا اللقطة. يا ناجورا أمير حارس المرمى السعودي يتابع ويراقب. ركلة الجزاء تتسدد، جول، جول البحريني، هدف التعادل من جانب اللاعب جعفر، هدف التعادل من جانب علي جعفر. يعني سمير بن شماس ردة الفعل واضحة عليه، يعني كان الأمر غير يعني غير مهم لدى هذا المدرب سمير بن شماس، لكن قرار ناجور أمير غير صحيح لاحتساب ركلة الجزاء، ولكن هو احتسب واستفاد من الخطأ التحكيمي لاعب المنتخب البحريني علي جعفر، ويعلن أول أهداف المنتخب البحريني في هذه التصفية. كان يحاول يتخلص من لاعب، لاعبين مع الكرة، يحافظ على كورته، مضغوط عليه، والسقوط ومطالبة. اوه نعم، ضربة جزاء، ضربة جزاء يحتسبها حكم اللقاء لصالح ركان العنزي بعد التقدم والتخلص من اكثر من لاعب والسقوط داخل منطقة الجزاء. امامك الحديث مع لاعبي المنتخب البحريني. نشاهد الاعادة، لعل في الاعادة افادة. شوف التقدم ومن ثم المرور، ومن ثم المرور في اللقطة الماضية. شوف يعني ما هي واضحة إلى الآن، يمكن حكم اللقاء يعني قريب من اللقطة. يلا يا نجعي، الهدف الثاني بانتظار السعودية بعون الله. كرة جول ثاني، يا سلام، سامي النجعي يحرز الهدف الثاني في هذه المباراة. ايضا ابتسامة الرضا على الجمهور الحاضر في ملعب المباراة. السلام السلام يا سلام يا سلام، رائع يعني الجو العام بلاعبي المنتخب السعودي في هذه المباراة. يعني شوف الهدف، شوف الحطة، حطة في الناحية اليمنى واكتفى محبوب الدوسري بمتابعة الكرة في الجهة اليسرى، وهو يقف يتابع الكرة بدون أي ردة فعل. إذا جول ثاني لصالح المنتخب السعودي. سامي النجعي والأسمري، من الأقرب؟ تلعب الكرة عرضية في مكان بالرأس، خطرة، أوه! يا سلام يا سلام يا سلام، كرة محطوطة بالملي، محطوطة على راس عبد الإله العمري، يضعها في الشباك البحرينية.
يا سلام يا سلام يا سلام، رصاصة الرحمة، خلاص الهدف الثالث والكرة في الراس عبد الإله العمري يتوج أداءه الكبير. لا والله خطأ فادح من المدافع البحريني، المدافع البحريني اللي حطها حمد الشمسان حطها في شباكه. إذن بالنيران الصديقة، أوه هذا مهاجم.